تشهد ديالى احتجاجات وحالة من الغضب إثر تراجع ساعات التجهيز وتوقف خطوط التوزيع. من هناك مراسلنا علي العنبكي سيحدثنا أكثر عن الوضع في المدينة. مرحبا بك علي، ما هي حالة الكهرباء في ديالى وهل عادت المنظومة إلى العمل من جديد؟ أهلا سفيان، مساء الخير. طبعا تشهد محافظة ديالى وكحال محافظات البقية منذ يوم أمس انطفاء تام للطاقة الكهربائية، ولكن الطاقة بدأت بالعودة تدريجيا منذ الساعة الثالثة أو الثانية عفوا ظهرا في مناطق المحافظة. بدأت تدريجيا تتزود عدة مناطق كالسابق. أيضا الآن في هذه اللحظة وصلت الطاقة المجهزة إلى محافظة ديالى نحو 550 ميجاوات. نعم. تقريبا نحتاج فقط يعني خلال الساعات المقبلة من 100 إلى 150 ميجا لتعود الكهرباء إلى 12 ساعة تجهيز 2 في 2. الآن الكهرباء في مناطق متفرقة من المحافظة عادت تدريجيا بساعات قطع متفاوتة من منطقة إلى أخرى. مثلا في بعض المناطق ساعات تجهيز 2 وانقطاع 4، وأخرى ساعات تجهيز 2 في 3، وأخرى ساعات تجهيز 1 في 2، وهكذا يعني. أما فيما يخص الاحتجاج، طبعا في مناطق محافظة ديالى بشكل عام منذ الأسبوع الماضي، يعني بداية الأسبوع الماضي بدأت حركة الاحتجاج في قضاء الخالص بدأت، وقبل 3 أيام توسعت إلى قضاء خانقين وأدى إلى قطع طريق المنذرية، منفذ المنذرية الحدودي مع إيران. نعم. وكذلك طريق تلار الرابط مع السليمانية. اليوم وأثر يعني تفاقم أزمة الكهرباء بدأت بالخروج تظاهرات أخرى في مدينة المقدادية تسببت بقطع الطريق الاستراتيجي الرابط بين بعقوبة ومدينة المقدادية ومدينة خانقين. أيضا هناك تظاهرات خرجت في مدينة كنعان قطعت الطريق بحسب ما وصلنا من مصادر ما بين بعقوبة ومدينة بلهدروز الحدودية الشرقية لمحافظة ديالى. نعم. الآن كوادر كهرباء ديالى من التوزيع ويعني الشبكات في حالة استنفار دائم لصيانة كافة العوارض التي تحدث على الشبكة الكهربائية في مناطق المحافظة. طيب. الآن وصلت الإنتاج العراق بشكل عام بحسب ما تابعنا مع مركز السيطرة الوطني إلى نحو 14,000 ميجاوات، بعد ما كانت يعني لا تتجاوز الألف عند بداية انهيار التيار الكهربائي في منتصف الليلة الماضية. نعم. محتمل خلال الساعات المقبلة تصل إلى 18,000 ميجاوات، وهي الطاقة التي تكفي العراق وتعيد إلى ما كانت السابق. نعم. مراسلنا في ديالى علي العنبكي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.